ما ليش. يلا فيورنتينا يشيكوا وجه هذول. عد احنا ضد كالياري. هذه المباراة التشاؤم يعني. مركز 17 كالياري فهذا شيء يعني. خلاص ما بالاتحاد وصل صغر. ايه. ايه. ريكورد احشي لو صارت منصج. انا مو شاك في الموضوع. انا عارف الحين. انا اتمنى ان انتر نابولي بس ما يفوزون عشان نضل المركز الاول.